العالمي لمحاربة السيدة، نضمنا اليوم هذا النشاط هذا في القلب النابض ديال مدينة الدار البيضاء، وذلك باش نقدروا نستقطبوا المجموعة ديال الشباب وأيضا الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض السيدة. فهنايا مجموعة ديال الشباب سواء الموظفين ديال الجمعية أو المتطوعين ديالها، كلنا هنايا باش أننا نقدروا نستقطبوا أكبر عدد ممكن، وباش نمكنوهم من أنهم يدوزوا تحليلة بطريقة سرية مجانية وسريعة، يعني كياخذوا الجواب ديالهم على النتيجة في غضون 10 ديال الدقائق. وبالتالي إلى لقينا الناس اللي حاملوا فيروس السيدة كيمكن ليهم يبادروا ولا يسرعوا بالعلاج ديالهم الثلاثي قبل ما يوصلوا واحد المراحل متطورة ديال المرض. الأسئلة بزاف اللي كيجي عند المواطنين، واش هاد التحليلة اللي كديروا لينا واش بصح كتعطي النتيجة هي هذيك؟ وإلى أيوا وإلى لقيتوني مثلا عندي التحليلة ديالي إيجابية، شنو واش غتقبطوني؟ شنو غديروا ليا؟ إلى آخره. دونك الأسئلة كتكون كدور حول مجموعة ديال الإشاعات اللي كدور اللي خاطئة اللي كدور في المجتمع مع الأسف، وهذا الشيء اللي تيخلي الناس ما يتشجعوش وما يجيش يديروا التحليلة بكثافة، رغم الانفتاح على التكنولوجيا وعلى لي ريزو سوسيو وأن التلفزة دابا كتهضر على السيدة إلى آخره، ومع ذلك لا مازال مجموعة ديال التمثلات الاجتماعية اللي تتهرس لنا شويه هذا الجانب هذا. حاليا حسب الاحصائيات الاخيره ديال وزاره الصحه كاين هناك واحد التقارب، وايضا حتى الاحصائيات ما بقاتش كيف ما شحال هذه. اذا مثلا 70% ديال النساء حاملات فيروس السيده هن متزوجات، اذا بيت الزوجيه ما بقاش كيحمي من فيروس ديال السيده. هناك ايضا الاحصائيات ديال 2021 لي جون ما بين 14 و 25 سنه 34% منهم لقيناهم. دونك هناك واحد التكاثر اللي هو موجود سريع. السيده كاينه، ربما جات كورونا هاد العامين نستنا شويه فيها، لكن السيده لازال رايح عايشه معنا، كاينه حاضره، خص الانسان يكون على بال. وحتى الواحد الى شك ولا بدا يجي عندنا باش يدير تحليله، مادام فابور، مادام سريه، مادام كنعطيو التحليله بسرعه، لما لا؟ الانسان ما عنده ما يخسر. كاين اطور اللي هما مكونين في هذا الشيء اللي ممكن انهم يثقوا فينا ويخليونا اننا نعرفوهم بالمصل ديالهم واش ايجابي ولا سلبي. احنا في الجانب ديال العلاقات الجنسيه كطريقه الاولى في العالم ماشي غير في المغرب اللي كتنقل به المرض ديال السيده، هناك ثلاثه اشياء: اما الامساك، ما يكونوش علاقه جنسيه نهائيا حتى يتزوج الشخص، والناس اللي مزوجين يكون وفاء متبادل، والناس اللي ما قادرينش لا على الامساك ولا على الوفاء لابد انهم يستعملوا العازل الطبي، ولكن انه يكون استعمال صحيح. هناك مجموعه ديال النصائح، ما كنستعملوش العازل الطبي غير هكا، وعنده طرق ديال الاستعمال ديالو الا تحترمات فهو يحمي 100%. كنا دايزين من هنايا وعيطوا لنا شي وحدين، قلنا اليوم كاين التحاليل ديال السيده، وجينا جدنا الاختبار، واصلا دغري كيديروا التحليله شي درجه دقيق، وكنصحابها الشباب والامهات يجيو يديروا التحليله راه في ظرف 5 دقائق، ولا كانت فكره كيعطيوك الدواء وكلشي، خاصك تكون نقي وشحال من حاجه، وتعطيهم شحال من حاجه.